بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبي الهادي الأمين محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان يوم الدين. يسر قناة نجرة التعليم على اليوتيوب لتستقبل مع حضراتكم سلسلة شروحاتها المتميزة. اليوم بنقدم لكل عشاق قناة نجار التعليمية مهارة جديدة، وهي كيفية التعرف على قوة الإبصار لديك أو لدى الغير عن طريق اختبار بسيط جدا من خلال أحد المواقع المشهورة. دائما وأبدا بنسعد بآرائكم واقتراحاتكم على قناتنا وقناتكم على اليوتيوب، قناة ترى النجار التعليم على اليوتيوب www.youtube.com/مصر ترى النجار أو المواقع والميزانيات التي نشرف عليه. أسفل هذا الفيديو سوف تجدون رابطين، أي رابط منهما سوف يصحبك إلى هذا الموقع المميز لعمل اختبار لقوة الإبصار لديك. تعال انتقل للجزء العمل. في الحقيقة دول موقعين، موقع في الأديوم وموقع في الأطفال، هتلاقيهم أسفل هذا الفيديو. أنا هقوم بعملية النسخ وفتح المتصفح الخاص بيا، ثم هعمل لزق أو بيست وهضغط على إنتر. كل موقع منهم بيتطلب مني ان انا انتظر 5 ثواني، بعد 5 ثواني هضغط على تخطي الاعلانات على هذا النحو. اختار اي موقع، انت حر في عملية الاختيار. كل بس بتطلبه منك انك هتنتظر 5 ثواني، لان هتظهر دلوقتي يبدأ عداد كاونتر او تايمر هيبدأ يعد عليك 5 4 3 2 1، ثم تضغط على اسكيب اد او تخطي الاعلانات، ثم بعد ذلك اسحبنا الى الموقع الذي يؤدي لنا هذه الخدمة الجليلة. ادي الاد فلاي بيطلب مني الانتظار 5 ثواني، هصبر 5 ثواني، ثم بعد ذلك هننتظر 5 ثواني مع حضراتكم. اضغط على تخطي الاعلانات هيسحبني الى موقع، اذا طلعت لي النافذة ديت انا هقول له اهوت، ثم هيبدأ يسحبني الى الموقع ده، الموقع اللي هو اي تيست فري كلر فيجن تيست، ده خاص بهذا الاختبار. نفس الوضع موجود على اللي هو الاد يوم، هيمر 5 ثواني، بعد ال5 ثواني بتضغط على تخطي الاعلانات بنفس الطريقه. اختار اي موقع منهم بنفس الطريقه، لكن الاد يوم بيظهر لك نافذه دعايه واعلان او موقع فرعي، بتقوم بغلقه والرجوع مره اخرى وتضغط على اسكيب اد يدخلك على هذا الموقع المميز. من خلال هذا الموقع المميز هيبدا بيعد لك اهوت، هتبدا انت تختار الاختلاف. هنا الاختلاف يبدا يقول لك 1، العمليه بتبدا بالبساطه. هنا اختلاف، تبدا اللون ده مختلف، اللون ده مختلف، وبعد ادي اللون ده مختلف، ثم اللون ده مختلف، ادي السكور خدت 6، الايرور مفيش، اللون ده مختلف، ادي 7، تبدا تختار. هنا اللون ده مختلف 8، عايز قوه ابصار وملاحظه جيده جدا، اللون ده مختلف، اصبحنا خدنا 9، اللون ده مختلف، لازم تكون سريع جدا وسريع البديهه، هذا اللون مختلف، عندنا كده 11 نقطه، اللون ده مختلف، ادي 12، تبحث عن لون اخر قد تصيب وقد تنجح في هذه الليله، ولكن هذا اللون اصبح فيه خطا. بعد ذلك هنبدا نختار لون اخر برضه، كده انهينا. هنا بيجيب لك قوه الابصار الموجوده عندك، هذه هي قوه الابصار. عايز تتعرف على المراحل، قال لك والله لو استطعت خلال فتره الزمن انك تجاوب من 0 ل 4 فالبومه، ثم من 5 ل 9 يديك مثلا العقرب، ثم من 10 ل 14 يديك الدوج الكلب، من 15 ل 19 يديك الكات اللي هي القطه، من 20 ل 24 اجابه التايجر اللي هو النمر، ثم الصقر الهوك اللي هو من 25 ل 29. اذا انت كده استطعت انك تتعرف على قوه الابصار لديك من هذا الاختبار البسيط والشيق من خلال هذا الموقع المميز. اتمنى ان اكون فدت حضراتكم بهذه المعلومه البسيطه. تقبلت حياتي من قناه طارق النجار التعليميه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.